معنا مباشرة من بغداد الباحث التربوي والاجتماعي دكتور فالح القريشي. دكتور فالح، أهلا بك وشكرا لقبول الدعوة. كيف تقيمون نتائج الامتحانات النهائية للسادس الأعدادي؟ أهلا بكم. نعم، شكرا جزيلا. طبعا نبارك لكل الطلبة يعني مرة مبدئيا. نعم، حقيقة النسب الآن في هذه السنة نسب عالية جدا، غير متوقعة، لأنه في الأعوام القادمة كانت نسب النجاح في العلمي والإحيائي نسبة 33%، أما الآن فتجاوزت مثلا 81% التطبيقي، و77% الفرع الأدبي، و74% الفرع الإحيائي. وهذه نسب عالية، أعتقد تأثيرات وباء كورونا كثير جدا، وهناك أسباب جعلت من هذا بهذه النسب أن ترتفع. حقيقة وزارة التربية حذفت تقريبا ما يقارب 35% من فصول الكتب، يعني من المناهج الدراسية، لأن الطلاب لم يحضروا إلى المدارس، فقلصت المادة الممتحن بها الطالب. النقطة الثانية، الأسئلة كانت سهلة هذا العام، حقيقة أسئلة مرنة وسهلة جدا، مما جعل الطلاب أن يتفوقوا في الدراسة. أنا في تقديري التعليم في زمن الكورونا تعليما منخفضا وتعليما فاشلا، وهناك المنظومة التربوية حقيقة في العراق منذ سقوط النظام إلى الآن تدريجيا في تدهور. يعني 2003 كان أحسن من 2004، 2004 أحسن. ما سبب هذا التدهور دكتور فالح؟ إلى أن وصلنا، ما السبب الرئيس وراء هذا التدهور؟ هناك أسباب كثيرة. أولا، القيادات التربوية التي جاءت على وزارة التربية منذ سقوط النظام إلى الآن قيادات حقيقة غير مهنية، معظمهم بعيدين عن الاختصاص التربوي وعلم النفس. يعني أكثر وزراء، وأنا يعني كنت معاونا للمدير العام في وزارة التربية، عاصرت أكثرهم اختصاصاتهم بين التاريخ وعلوم القرآن والكيمياء، لا يوجد اختصاص إرشاد تربوي أو تربية وعلم النفس في الوزارات، إضافة إلى الوكلاء، وكلاء ثلاثة لوزير التربية لا يوجد فيهم واحد تربوي. كذلك المدراء العامين اللي عددهم أكثر من 43 مدير عام في كافة أنحاء العراق، أكثر من نصفهم غير تربويين. فالقيادات التربوية حقيقة إذا لم تكن مهنية ومن ضمن، طيب ما هي المعايير التي يعين بموجبها التربوي هؤلاء الشخوص، يعني الموظفين كيف يعينون وفق أي معايير؟ والله التعيينات تخضع إلى المحاصصة، تخضع إلى المحاصصة الحزبية والمحاصصة الدينية والمحاصصة الطائفية والرشاوى المليونية. لا ننسى الرشاوى المليونية، يعني وصلت إلى حد أنه ما يعين مدير مدرسة إلا بمبلغ معين يرشي مدير عام التربية ويرشي أي شخص آخر يستطيع أن يصدر له أمر إداريا بأن يكون مدير مدرسة حتى ولو كانت ابتدائية. هذه نقطة. النقطة الثانية، المناهج الدراسية ما زالت مناهج كلاسيكية غير معصرنة وغير، طيب، يعني لم تصل إلى مستوى النجاح. هذا سبب. السبب الآخر، ضعف المعلم، ضعف إعداد القيادات التعليمية، تسهيل، يعني أكو سهولة كثيرة جدا في عملية التربية والتعليم. جاءت كورونا لهذا العام اللي فات، فكان التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد طبعا هذا مما، ولكن هل من سبيل دكتور فالح، دكتور فالح، ولكن هل من سبيل آخر غير التعليم الإلكتروني المتوفر في كل دول العالم حاليا تتبع هذه الخطوات فقط يعني للذهاب إلى السنة المقبلة؟ وإلى حد الآن لم يتوفر لقاح، وبالتالي ربما هذا التعليم الإلكتروني الذي تشير إليه سيستمر لسنوات. أكيد، هو لا توجد طريقة إلا أن التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني، ولكن هذا التعليم الإلكتروني نحن في العراق لحد الآن غير متهيئين له، عكس الدول الأوروبية والدول المحيطة بنا، حتى دول الخليج لديها خبرة في التعليم الإلكتروني. هذا التعليم الإلكتروني يحتاج إلى نت قوي أولا، يحتاج إلى أن يكون الطالب يملك جهاز آيفون حتى تصل له المعلومة عن طريق البصمة الإلكترونية،
يحتاج كذلك إلى إعداد المدرسين والأساتذة أن يدخلون دورات تربوية يستطيع التعامل مع جهاز الحاسوب أو جهاز الإلكتروني. أنا في تقديري الآن يعني نجح بنسبة 40 إلى 50%. السنة القادمة قد تكون أفضل، يكون التعليم عن بعد أفضل، يعني تدربنا عليه لا بأس بنسبة عالية. نعم، نتمنى الموفقية للجميع. التعليم هذا ما سمح به الوقت، التعليم في زمن الكورونا تعليما منخفضا وتعليما أقل فائدة من السنوات الماضية. شكرا دكتور فالح.